للإشارة إلى المشاهدين الكرام، فقد تم تحيين الخبر بخصوص هذا الحادث. طبعا مصالح الحماية المدنية تشير إلى أنه تم نقل شخص أصيب بحروق إلى مستشفى البوير. على كل تفاصيل أوفى مشاهدينا الكرام بخصوص هذا الحادث الأليم، نربط الاتصال مباشرة بسيد يوسف عبدات المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بالبوير. أهلا بك سيدي الكريم، مساءك سعيد. مساء الخير سيدي، ومساء الخير إلى كل مستمعي قناة النهار. في البداية طبعا لو تضعنا في صورة هذا الحادث الأليم وتقدم لنا طبعا تفاصيل أوفى فيما يخص الحادث، وهل من ضحايا تم تسجيلهم أو من جرحى تم إسعافهم، وعملية أيضا إخماد الحريق هل هي متواصلة؟ بالنسبة للحديث تلقت الحادث عفوا تلقت مصالحنا نداء مفاده وجود حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر بالمكان المسمى الدرابلية بلدية بودربالة. تدخلت مصالحنا على الساعة 7:35. الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنتين ومتبوع بحريق. خلف الحادث كحصيلة أولية جريح له حروق تم إسعافه ونقله إلى المستشفى، وكذلك ضحية ثانية متوفى في عين المكان. بالنسبة للحريق، الحريق متحكم فيه وعملية الإخماد متواصلة. سخرت مصالحنا كل من الوحدة الثانوية الأخضرية والقادرية لهذا الحادث، وكذلك تلقينا تدعيم من المديرية العامة متمثل في شاحنتين من مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس بالنسبة للعملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة. فيما يخص كسؤال أخير سيدي الكريم حركة سير المركبات على مستوى هذا الطريق. بالنسبة لحركة السير بطيئة في اتجاه الجزائر، وفي الجانب الآخر حركة السير متوقفة وعملية إخماد الشاحنتين متواصلة. نعم. من طرف مصالح الحماية المدنية. نشكرك دنا الشكر الجزيل سيد يوسف عبدات المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بولاية البويرة. نواصل إذن مشاهدينا الكرام بقية الأخبار.